نحن اليوم أمام عام وسبعة أشهر في ممارسة إرهاب مباشر على الشعب اليمني من قبل أم الإرهاب ومكنتها إنتاجه اللي هي عصابة بنو سعود الإرهابيين. نعتبر هذا الكتاب هو فعلا خطوة إيجابية متقدمة، نتمنى من مراكز الدراسات والبحوث أن تقتدي بهذه الخطوة، لأن تثبيت جرائم الإرهابيين من بني سعود هو مهم لكي يدرس للأجيال. هذا الكتاب يمثل صلة رحم حقيقية في مساحة الوطن العربي، في جغرافيته وفي فكره وفي أدبه وفي كل وسائل تواصله المعنوية والإنسانية والثقافية والفكرية، وعلى كل المبادرات انطلاقا من سوريا إلى البحرين إلى ليبيا إلى تونس إلى المغرب إلى الجزائر إلى مصر إلى كل بلدان العربية. فكر الوهابي فكر هدام لا يرتبط بأي قانون ولا بأي مبدأ ولا بأي إنسانية، ولذلك يجب محاورته من ناحية الثقافة والعلم وبأي وسيلة من وسائل المحاربة أن يتخذها الإنسان يتخلص من هذا الفكر الهدام المفرق المدمر الذي فعل ما فعل بين المسلمين وبين البلاد العربية. في مقولة بتقول عنا لا تقاوم الشر بالشر، هن جايين بشرهم عم بيدمروا أخذين راحتهم، بس كل شيء له نهاية ورح تجي نهاية الإرهاب، وصمودنا رح يحكي عنه التاريخ وأجيال أجيال ما بعد أجيالنا رح يحكوا عن إرهاب بده يدمر البلد دمره، ولكن نفوسنا وحبتنا لوطننا هاي ما قدروا يدمروها. المواجهة الفكرية هي بنظري المواجهة الأكبر، لأن الفكر عندما يغذى تغذية خاطئة بالتالي يؤدي إلى تصرفات خاطئة وتكون المفاعيل هالأرض خاطئة. فإذا نحن وضحنا وأضأنا على الفكر الخاطئ، أضأنا الفكر الوهابي على الفكر الخاطئ التكفيري الذي يغذي العصابات يغذي القتل، فهنا يصبح كل مواطن كل إنسان واعي لهذا الفكر.